إله لك الحمد. كم جزاك الله السر. الطريق الذي سلكوه رغم قصره، خرجوا على آمال أكيدة بالعودة، محملين بأثقالهم. ما يجول في خواطرهم أثقل من تلك الأمتعة التي يحملونها. لحظات الزحف لا تنتهي، ومشهد جموعهم الخارجة من أحيائهم المحاصرة تعجز عدسات الكاميرات أن تجد نهاية لها. فسلام على العائدين. كم جزاك الله السر.